so great. شادي كتير عم بيعذبني لحتى ننام. معلش بدك تطولي بالك عليه. ولد صغير ونقلناه فجأة من جو لجو بده وقت ليتعود. حلو يتعود، صرنا ست شهور. لا صرنا ست شهور؟ ست شهور و13 يوم. ما بتعديه؟ مالي مصدق امتى نخلص من هالقصة وارجع عالشام. والله يا لينا الشغلة مبينة الطولة. عم بيقولوا بعد الانتخابات الأمريكية بده يصير تغيير كتير مهم. مين هدول؟ رفقاتك اللي على الفيسبوك؟ ليش هدول مين عم يرد عليهم ومين عم ياخذ برأيهم؟ مو بس جماعة الفيسبوك، كل المحللين السياسيين عم بيحكوا نفس الشيء. المحللين السياسيين اللي عم تشوفيهم أنت. بس إذا بتسمعي الروس بتعرفي إنه الشغلة بدها تطول. مشان هيك هالوقت اللي عم تقضيه على الفيسبوك وعلى الأخبار ابنك أولى فيه. كريم، ليش هيك عم تحكي معي؟ ليش من أول ما أجينا لهون أنا شو إلي شغلة وعاملة غير أنت وشادي؟ الفيسبوك والتحليلات السياسية تبعك. حط حالك محلي، جاي على بلد جديد ما بتعرف فيها حدا، ما في شغل، ما في شيء، قاعدة بين أربع حيطان، شو بدك يعني أعمل؟ وقت أقنعتني إجي لهون قلت لي بكرة أخواتي ما بيتركوكي، دخلك مين شفت فيهم؟ لينا، من أول ما أجينا لهون كلياتهم عزموكي وأنت ما عرفتي تكسبيهم. أكسبون؟ أنا اللي بدي أكسبون؟ فكري أنا اللي ناسحة من بلدي وتاركة بيتي وما بعرف حدا هون. لينا، إذا لسه بسمعك عم تقولي هالكلمة مرة تانية ما بتعرفي شو بيصير. ها نحن مالنا ناسحين. آسفة ما كان قصدي. كم مرة صرتي قايلتي هالكلمة قدام ابنك بالله؟ شادي لسه صغير، حتى لو انقالت قدامه ما رح يفهمها. مو المشكلة إنه يفهمها، المشكلة إنه يحفظها ويصير يرددها ويحكيها على الطلعة والنازلة قدام العالم وقدام رفقاته. بوس إيدك لينا، بدك تخففي لي هالنق تبعك شوي، بدك تخففي لي هالنق. بوسي ايدك ووش وقفة انه حملنا حالنا وحسن نطلع برا البلد ونقوي حالنا ببيت مثل العالم والخلق. شو بدهم يقولوا الناس اللي قاعدين وعلقانين تحت الضرب والقصف والدج؟ ما عم بيحكوا لك رفقاتك عن الخوف والرعب؟ ما عم بيحكوا لك عن الحواجز بالشام؟ كل اربع خمس عيال عم ينزركوا ببيت واحد وعم بيقولوا ماشي الحال الحمد لله، لسه ملاقيين بيت نتقاوى فيه، مو مثل الناس اللي راحت بيوتها وصفيانين بالشوارع وبالجناين. يا لينا يا بنت الناس، في عالم كانت عايشة ببيوت صارت عايشة بخيام، عم تفهمي؟ وحضرتك عندك مشكلة انك ما عم تعرفي تنامي ابنك بالليل، عم بيعذبك، بزنتك بضميرك، هذا منطق؟ خلص كريم، انا اسفة، كنت عم فش خلقي ولو. طيب بدك شي؟ انا صار لازم روح عندي اجتماع بالمحطة. سلامتك. اذا بدك شي حكيني تليفون. اوكي الله.